السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا البنات، جيتكم اليوم في حوار معكم مباشره، يعني ماشي مباشره ولكن في هذا الفيديو، باش نعاود نجدد معكم كل النقط وكل المعلومات على الدوره التكوينيه اللي حطينا لكم الاعلانات ديالها، واللي سبق لينا ودرنا لايف على هاد الدوره وتحدثنا فيها، وكانت تساؤلات وتجاوبات. اولا الشكر الجزيل والشكر الكبير للادمينات اللي الحمد لله، اللي يعني هما اللي خدامين في هذه الدوره وعاملين مجهود كبير. كنوجه لهم الشكر كل وحده بالاسم ديالها، لطيفه ماروك، نفيسه التازي العالمي، وكذلك ملكه نادير. الادمينات الثلاث اللي راهم خدامين، هادو في جروب وهادو في جروب، وكل وحده دايره الجروب ديالها وكيتواصلوا معكم كيتحدثوا معكم، كنوجه لهم الشكر الجزيل عبر الشاشه. وكنتمنى دعواتنا ودعوات الاخوات يوصلهم ان شاء الله. اذا تحيه لك لطيفه، تحيه لك ملكه، تحيه لك نفيسه، وكل الشكر والامتنان لكم على هذه المبادره وعلى هذا العمل الجبار والعمل الشيق اللي كديروا مع الاخوات. بالنسبه لهذه الدوره الاخوات، اذا كاينه دوره تكوينيه، دوره تكوينيه في ثلاثه الشعب. الشعبه الاولى ديال التقليدي، الشعبه الثانيه ديال العصري، والشعبه الثالثه ديال الاخوات اللي راهم متمكنات، يعني اللي راهم تمكنوا وباغيين يزيدوا واحد الاحترافيه. هاد الاخوات اللي بغاو يزيدوا هاد الاحترافيه درنا لهم جروب واحد. اذا هاد الدوره درنا لها واحد الثمن اللي جد جد بسيط جدا وفي متناول الجميع، اللي هو 100 درهم. 100 درهم لكل دوره، يعني شهريا الدوره غادي نديروها. غنحاولوا ان الدوره يكون فيها ثلاثه اشهر لهذه الدوره، اللي غادي يكون فيها واحد لابليكاسيون ديال زوم، ولا يعني غادي نختاروا ابليكاسيون اللي غادي نتحدثوا فيها مباشره. انتم كتشوفوني وانا كنشوفكم، غيكونوا تساؤلات وغيكونوا تجاوبات وغيكون تصحيح، هادشي كله غادي يكون بالمباشر، يعني حتى الدفتر ديالكم غادي نشوفوا وغادي نلاحظوا. اذا بالنسبه للاخوات اللي راهم في الجروب وراهم في المجموعه كاملين، كيحاولوا انهم من بعد ما توصلوا برقم الحساب من عند الادمينات، كيحاولوا انهم يحطوا الواجب الشهري، يعني يحطوا هذاك لو غوسي اللي خداو من عند لا بانك، ويكتبوا فيه الاسم والاسم ديالكم واللقب، ويكتبوا فيه كذلك نوع الشعبه، يعني بغيت التقليدي غنكتب التقليدي، بغيت العصري غادي نكتب العصري. هذه بالنسبه لجميع الجروبات. بالنسبه للاخوات اللي كيتسائلوا، كتقول لك انا اميه ما تنعرفش نكتب، ولكن كنتهجى ونعرف نقرا، واش يمكن لي نتعلم؟ هاد الاخوات كنقول لهم نتوما، يعني نتوما بالضبط اللي هذه الفئه اللي كنهتم بها وكنهتم بها بزاف، وهذا هو المتميز مع الاستاذه نوال. لان الحمد لله يعني قنوات كثيره، دروس كثيره، مؤطرات كثيره، وفين ما مشيتي مراكز كثيره اللي راهم تيديروا هذا المجال ديال التقليدي والعصري، ولكن القليل جدا هو اللي عنده الموهبه كيفاش يوصل المعلومه. وهذه هي اللي كنفتخر بها، وهذه هي اللي كنعتز بها، انني والحمد لله عندي طريقتي الخاصه اللي كنعرف كيفاش نوصل المعلومه لهذه الفئه. اذا بالنسبه لهاد الاخوات، لا داعي للخوف، كونوا متمكنات من الانفس ديالكم، وكونوا تكون عندكم واحد الشخصيه والاراده، وتواصلوا معنا ان شاء الله وغادي يكون غير الخير. كذلك بالنسبه للاخوات اللي تسألوا على واش ندير الدوره الاولى وندير الثانيه ونعاود الثالثه، يعني هذا يعني كيبقى اختياري ديالك. انت دابا عندك الرغبه في التقليدي، ممكن انك تدخلي للتقليدي، نكمل ثلاثه الاشهر او نزيد الدوره الثانيه في التقليدي، ممكن انك تعاودي ديري دوره اخرى في العصري، وهكذا. يعني الدوره ان شاء الله احنا ما غاديش ناخذوا فيها غير ثلاثه الموديلات ولا اربعه الموديلات ولا خمسه، ولكن هذا الشيء كيبقى من عندكم نتوما. يعني احنا ما غادي ناخذوا، غادي ناخذوا القواعد من البدايه ديال القواعد، يعني من اخذ المقاسات، وحنا غادي ناخذوا هاد الدروس، يعني غنبداو كاننا في اول سنه، كاننا باقي ما عارفين حتى حاجه وغادي نبداو. لكن حنا
هذاك التجاوب ديالكم معنا والتواصل ديالكم معنا هو اللي غيخليني انني نزيد، بما ان الاخوات اللي كنزيد ناكد عليه ونعاود ناكد عليه، وهو انكم يعني يكون التوقيت يعني منظم، الالتزام بالتصحيح بالنسبه لي انا لانني غنصحح، كذلك نتوما الاخوات اللي كنزيد ناكد عليه ونعاود ناكد عليه، وهو التطبيق، بمعنى التطبيق باش نتوما تتشجعوني انني نمر من درس لاخر من درس لاخر. انا ما عنديش الهدف انني في هاد 3 اشهر يلا ناخذوا الجلابه والقفطان والتكشيطه، ولا بالعكس، قد ما عطيتوني قد ما كنعطيكم. اذا باش نتوما تعطيوني اكثر وانا باش نزيد نعطيكم اللي اكثر منه، وهو انكم تطبقوا الاخوات. الله يجازيكم بخير، التطبيق من اهم الركائز ومن اهم كيفاش غادي نقولها، من اهم النقط اللي راها كتعاونكم وكتشجعكم، بمعنى نطبق الاخوات. حنا غادي نتبعوا معكم كل صغيره وكبيره، يعني غادي نطبقوا في البابي باترون، غنطبقوا في الورقه المصغره اللي مالا، ولكن ضروري من التطبيق على الثوب، لانني انا بالضبط غادي ندير معكم التطبيق على الثوب مباشره، يعني حتى انا غادي نشري تويبات الموديل كيف غتفصلوا نتوما كيف غنفصلوا انايا، وكلنا غادي نحطوا غادي نحطوا هذا التطبيق وغادي نشوفوه كامل. اذا البنات اللي كنزيد نحت عليه وهو التطبيق، كذلك الاخوات، بالنسبه للاخوات اللي متمكنين، بمعنى كيعرفوا انهم يفصلوا، كيعرفوا انهم يخيطوا، ولكن باقا ما عندهمش ديك اللمسه ديال انني محترفه. انا كنعرف نفصل ونخيط، بغيت نحل المحل، ولكن عندي واحد شويه الخوف، عندي واحد الارتباك، واحد اذا مع الاستاذه نوال لا داعي للخوف، ان شاء الله عندنا جروب ديال المحترفات، بمعنى غادي نعطيكم جميع الاسرار، جميع الاسرار اللي اكتسبتها منذ الصغر مني بديت هذا المجال اللي راه 30 سنه ديال الاحترافيه. وكيف ما كانوا معايا الاخوات في اول ما حطيت هذه القناه، كنت كنقول لكم راه عندي 26 عام ديال الاحترافيه ولا 27 عام ديال الاحترافيه، حنا الان كملنا 30 سنه ديال الاحترافيه، بمعنى حنا كبرنا مع هذا المجال منذ الصغر. اذا جميع ما اكتسبته غادي نعطيه لكم خطوه بخطوه، اللي مطلوب منكم وهو التتبع والالتزام بهاد الدوره، راها مهمه ومهمه جدا. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعرفوا الادوات واللوازم اللي خاصكم توجدوها، اذا اول حاجه اللي خاصكم توجدوه هو هادو البيستولي، كيف كتعرفوه وكتعرفوه جميع، هذا بيستولي كيف غنعرفوه، هذا بالنسبه للاخوات راكم عارفينه بيروكي، هذا البيروكي، اذا بيستولي وهذا بيروكي، بيستاره 60 سنتيم، هذه مسطره ديال 60 سنتيم، وكاينه كذلك مسطره ديال 30 سنتيم، يعني النصف ديالها. كذلك الاخوات هذا المثلث الكبير، وكاينه المسطره الكبيره اللي كبار من هذه ديال 60 سنتيم، يعني كاينه المسطره كبيره. كاينين هادو الاخوات، هادو بيروكي وبيستولي مصغرين، يعني صغار ها هما، كنخدموا بهم في الورقه المصغره، غادي نفتحو لكم باش تشوفوا، يعني هذا عفوا هذا السطر، يعني البيروكي والبيستولي هادو الصغارين، هادو الاخوات ضروري انهم يكونوا عندكم. كذلك بالنسبه للمقص، مقص الورق، مقص كيكون بحال هذا اولا اصغر منه ديال الورق، عاد المقص ديال الفصاله، مقص ديال الفصاله ما جبتوش معايا من المركز. اذا هذه لاغولات، كيف كتشوفوا معايا هذه لاغولات، لاغولات حتى هي من اهم اللوازم ديال الخياطه، لاغولات هادو دبابيس البنات، بمعنى هذه واحد البواطه فيها الفنايس كيف كنقولوا اليوم، اولا الدبابيس راكم عارفينه، يعني ضروري اننا غادي نحتاجو السنتيمتر اللي راكم عارفينه، سنتيمتر فيه الواحد وفيه متر و50. كذلك فورماكات، الورقات ديال فورماكات اللي كتشوفوا فيهم هما هادو مهمين، لانهم غنخدموا فيهم الموديلات المصغره، وكذلك البابي باترون الكبير اللي ضروري حتى هو خصو يكون عندكم. المقص كما قلت لكم، وهذا الكوب فيل حتى هو كيكون مع الادوات،
والأهم من هذا الشيء كله وهو الوجهة ديالك وديالك، يعني صورتك وصورتي خصها تكون في الدفتر، صورتك وصورتي خصها تكون في الدفتر، دفتر ورقة مسطرة وورقة فارغة، واضح؟ إذا هذا الدفتر اللي فيه ورقة مسطرة وورقة فارغة كيفاش غادي نخدموها البنات؟ غنخدموه بهذه الطريقة كيف كتلاحظوا معنا، واضح؟ هنا كيكون درس كتابي وهنا تطبيق ديال القاعدة، واضح؟ إذا بالنسبة لهذا التطبيق هذا أنا غنصحه لك. بالنسبة للدرس الكتابي غادي تكتبيه بطريقتك كيف كتشوفي انت الدرس، واضح؟ بالنسبة للدرس انت غتبعيه معايا وغيكون عندك دفتر الوسخ، دفتر البرويون ديالك غادي تكتبي فيه جميع المعلومات وغادي تكتبي فيه الدرس ديالك بالطريقة اللي بغيتي، ولكن الدفتر ديالي خصو يكون منظم، يكون نقي، يكون بالتطبيق وبالقواعد. إذا غادي نكتب فيه الدرس ديالي بطريقتي، كتبو بالعربية بالفرنسية بالفرنسية المعربة باش ما كتبتو، يعني هذا جيد جدا لأن هذاك الدفتر ديالك انت خاص بيرسونيل وغادي يبقى عندك انت، يعني تكتبيه بطريقتك الخاصة. اذا البنات كنتمنى انني نكون طرقت لجميع النقط. المهم دابا هو انكم توجدوا اللوازم، توجدوا الدفتر ديالكم، لانني انا غادي نصحح لكم البنات، ما تقولوش لا رحنا عن بعد غادي ما نصحوش، غادي نصحح لك وغادي نوريك هادشي كله الاخوات باش نوصلوا لنتيجه ايجابيه. وقبل ما نوصلوا لهذه النتيجه الايجابيه غادي تكون عندكم شهاده مهنية، شهادة مهنية من عند دار القفطان، من عند الأستاذة نوال، بشهادة ديالي أنكم وصلتي لواحد النتيجة. إذا البنات كنتمنى أنني نكون طرقت لجميع التساؤلات، اللي عندها شي تساؤل تحطوا لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم هنا في القناة، حاولوا أنكم تحطوا لي الأسئلة ديالكم وأنا غادي نجاوبكم كل الأجوبة. والأضمنات راهم تحت الاشراف ديالكم، اي حاجه تواصلوا معهم راهم تيجاوبكم. اذا البنات امسيه سعيده، وكنتمنى ان هذا الفيديو نكون طرقت لجميع النقط. بالنسبه للدورات راه كاينين دورات متعدده، يعني اللي شافت راسها انها ما زال باغا تزيد انها تكمل، احنا غنطرقوا لجميع الموديلات. بالنسبه للاخوات، عفوا الاخوات المتمكنات، راه غادي نشدو موديل، يعني غنخدموا على موديل غادي نشدوه غادي نحطوه غادي نخدموا عليه. الاخوات المتمكنات غادي نوليو نشدو موديل نخدموا عليه. وبالنسبه للاخوات المبتدئات راه مازال انكم كاينين دورات كثيره، لدرجه انكم غتوصلوا معنا للدوره التكوينيه ديال الاخوات المتمكنات المحترفات. اذا البنات حنا ان شاء الله كلنا غنوليو محترفات وكلنا غنوليو استاذه نوال ان شاء الله. وتحيه مجدده للاضمنات الثلاث من القلب، وكنتمنى انكم ما تنساوش في الدعوات على العمل الجبار ديالهم. ومره اخرى تنقول لكم البنات حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، لان غادي نكسبوا فيه واحد الاجر الدال على الخير كفاعله، وانتم تتم كذلك راكم ديالنا وبكم باش حنا وصلنا لهنا. كنتمنى التوفيق للجميع.